أيها العقلاء هل أنتم تفكرون؟ لما ها هنا عدلان في موضوع هادية وراحلة. ألف هذا الشعر عبد القادر فاروقي ولك في بحر الكامل. درست عن الإسلام صارت هادية، ذاقت هداه برونق وجمال، قرأت من القرآن وصدق عره، نالت على المرجان ثم لآني، شهدت بأنوار الهداية عزة، نطقت شهادتها لخير مآلي، هبت عليها عاصفات تهدد من نقبه الأقوام بالإجمال. هلا لنا تهرير في الأديان حسب النظام الأمثل المتعالي، لما هاهنا عدلان في الأديان في هادية وراحلة بمقالي. محكمة ألغت نكاها ثابتا من دون تبرير بلا إبطال، ما هذه الإلغاء إلا قهرة، حكم التسلط مظهر الإفشال، بثبات تزويج لراحلة النار، وجهين في الحكمين بالإفصال، هم يطفئون النور بالأفواه ويتم نورا ربنا المتعالي. هادية نجم لدين نير، راحلة أثر لجهل خالي، من قبل آسية بموسى آمنت، صبرت عذابا بالغ الآجال، ذاقت سمية غاية الآلام، فتنال جنة ربها بظلال. يا هادية صبرا لجنة ربك، يجزيك خلدا بالجنان العالي، فتبارك رحمن دينا خالدا، من يقتديه آمن الأهوال. درست عن الإسلام صارت هادية، ذاقت هداه برونق وجمال، قرأت
ഖത്ത് മിനൽ ഖുർആനി ഗാസത് ഫഅറഹു നാലത് അലൽ മർജാനി സുമ്മലാനി.